وللحديث عن الاتهامات للطبقة السياسية في العراق بالفساد وسط سوء الخدمات المزمن بالبلاد، معنا من عمان الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. العراقيون يتحدثون دوما عن خيرات بلادهم النفطية والزراعية، ومع ذلك توجد مناطق في بغداد مثلا تكون فيها الخدمات منعدمة فيها بشكل كامل تقريبا، كيف تعلقون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم، وبعد تحية لكم ولقناة الواصلين والعاملين عليها. مرارة الكلام حقيقة من خلال ما يحصل في العراق خلال 20 سنة الماضية هو أنه السرقة العامة للمال العراقي. أريد أن هنا في هذا الموضع أن أقول أن الذين أتوا مع المحتل الأمريكي لتدمير العراق لن يبنوا شبرا واحدا في العراق، وقلنا هذا من البداية، قالوا أنتم رفع النظام السابق وأنتم 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 ونعرف نحن في العراق الكادر الهندسي في العراق كان من أفضل الكوادر الهندسية في المنطقة، وعمل على إعمار العراق خلال فترة قصيرة جدا عندما كانت الإرادة السياسية متوفرة في الإعمار، وقدمنا ما قدمنا في ذلك الوقت خلال فترة سياسية تعجز عنها كبرى الدول. نعم. هذا اعتراف حقيقة الدول المتقدمة في ذلك الوقت. هنا أريد أن أسوق مثل بسيط ومعادلة حسابية بسيطة جدا، أنه العراق يصدر حسب تقرير الحكومة العراقية 3.5 برميل نفط يوميا، أي بما مجموعه 262 مليون دولار يوميا، وفي خلال الشهر 7 مليار و875، خب بهذا الرينج تقريبا. نعم. أين تذهب هذه المبالغ؟ وإذا افترضنا أنه البنى التحتية في العراق تحتاج إلى جهد وتخطيط حقيقي، فإن الميزانية قدرها 94 مليار، أنا أتكلم عن النفط بغض النظر عن الواردات الأخرى، تقدر إيرادات العراق السنوية من نفط 94 مليار بناء على الحسابات السعر النفط الحالي. أين تذهب هذه المبالغ؟ تذهب إلى الأحزاب وإلى المتنفذين وسرقة المال العام. إذا كانت الأمم المتحدة ومؤسساتها تشير إلى فساد الجانب والسلطة السياسية في العراق وهي تعينهم وتحميهم، حقيقة الأمر في العراق أنه لا توجد نية في الإعمار. لو أخذنا أي منطقة من مناطق بغداد ما عدا المناطق التي يسكنها المسؤولون، هذه المناطق تحظى برعاية، أما بقية المناطق 700 متر ستجد الخراب خلفها. لا يوجد تخطيط، لا يوجد هناك نية، لا يوجد هناك حقيقة مشاريع حقيقية للبنى التحتية في العراق. تعرفون أنه خلال 20 سنة كم زاد سكان العراق عن ما كانت عليه قبل 2003؟ نحن أهل بغداد وعشنا في بغداد ورأينا كيف أنه الإمكانية التغيير يجب أن تكون مبنية على خطط بعيدة المدى. طيب دكتور، الذين يعني أوقفوا الحياة في بغداد وفي محافظات العراق ككل هم الآن يتحكمون بالمال العام ويتحكمون برقاب المواطنين العراقيين. وليس لديهم إلا التدمير، ليس لأن كل ما يحصل طرف هو تدمير مبرمج منفذ بشكل دقيق ومحمي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وما تسمى الأمم المتحدة التي كانت هي المدمر الأساس للعراق وتحمي المخطط الأمريكي في تدمير العراق، ومن ثم من أتت بهم الولايات المتحدة الأمريكية من أحزاب ومسميات ومن الذين التحقوا بهم في ركب الفساد في العراق. وهذا واقع الحال الذي يتحدث عنه المواطن الكريم الذي يقول ليس لدينا مدرسة وليس لدينا شارع وليس لدينا. وبهذه المناسبة دكتور، نعم، يعني بمناسبة مرور 100 سنة على يعني تأسيس أمانة بغداد، كيف تعلق وكيف ترى إلى ما وصلت إليه بغداد اليوم من تصنيفك كأتعس مدينة في العالم بعد أن كانت حاضرة للدنيا؟ بغداد كانت يعني كما ذكرت المهندسون فيها والقائمين عليها كانت من أجمل المدن في العالم،
كيف تعلق على الميزانيات المليارية التي كانت مخصصة لأمانة بغداد؟ لو راجعنا المسألة بشكل بسيط، كم صرفت، كم صرفت الحكومة العراقية أو ما تسمى الحكومات العراقية، سلطة الاحتلال وسميها ما سميها لأنها سلطة احتلال وليست حكومة، على بغداد منذ 2003 ولحد الآن؟ وننظر إلى نوعية الخدمات التي قدمت للمواطن في بغداد، ستجدها حقيقة، ستجد كم السرقة الهائل الذي يحصل في أمانة بغداد تحديدا، عن بغداد، لا أتكلم عن المحافظات الأخرى، رقم مهيب، يعني مخيف جدا، لأن كل الذين أتوا إلى بغداد وكل الحديث عن المشاريع لم نرى إلا شيء من الخراب والدمار. لم تبنى في بغداد بشكل تخطيط وتخطيط متعمد على 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 انماء او مساعده البنى التحتيه في بغداد من المجال والامطار. يعني تخيل بغداد كل ما تمطر نص ساعه في بغداد، وهذا الموضوع ليس اتهاما لاحد او انه هذا ليس لا لا, لا يوجد هذا الكلام، وانما الكل يشهد هذا، وصخره عبعوب خير شاهد على ما اقول. اذا نحن نتحدث عن تدمير البنى التحتيه، عن سرقه المال العام، لا توجد حقيقه اخي محاسبه. يعني هناك مشاريع وهميه اعلن عنها، مستشفيات يصرف لها رواتب في بغداد وهي لم تكن موجوده اصلا، ولم تبنى منها حجره واحده، بل على شكل قطعه ارض. تخيل هذا على مستوى واحد من الجوانب. على المستوى الاخر هو من يحاسب من؟ اذا كان رب البيت للدفن ناقل تشحيمة اهل البيت، البقيه بيحسب حسابك. انه عندما نقول هناك امانه بغداد وتقول هناك محافظه بغداد، والله يا ريت ان يقدمون ماذا قدموا لبغداد خلال العشر سنوات. كل حزب ياتي يريد ان يسرق ما يستطيع. نشكركم شكرا جزيلا. على المناصب، نعم. هي لاغراض تسهيل عمليات السرقه والفساد. والان المواطن اين يذهب اذا عنده اي مشكله في بغداد؟ اين يذهب؟ وهذه مشكلة طويلة وحلها صعب جدا. نشكركم، أشكركم الشكر الجزيل. من عمان كنت معنا الأكاديمي والباحث السياسي العراقي الدكتور هلال الدليمي، شكرا جزيلا، ونعتذر لضيق الوقت.